بيهايلايت سبيسيفيك رينج اوف كلر صح؟ طب انت عايز ايه رينج اوف كلر بتاعت والده؟ لا انت عشان تستخدم الهايلايتنج اوف سيرتن انت كده بتعمل بوينت بروسيسنج، يعني بتبقى مفترض انك معاك انت بتاع بيكسل واحد، بس انت هنا معاك البيكسلز اللي كلها جنب بعضها كده طلعت لي والده. فممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل حاجه زي الكونفليوشن ولا السكاننج اللي احنا كنا بنعمله بالفلتر، يعني نتخيل ان صوره والده دي هي الفلتر بتاعنا، ونبدا نحط الفلتر بتاعه على كل بيكسل موجود عندنا في الصوره دي.
موجود فين في الايمج دي؟ تفتكر ممكن نعمل ايه؟ احنا دلوقتي واضح عندنا الانتنسيتي، فبالنظر كده هتبقى شايف ان الانتنسيتي دي هي التسع انتنسيتي اللي باينين عندنا هنا، صح؟ فبالتالي هنقدر نقول ان واحد موجود هنا، ده بالنظر. طب لو انا عايز اعمل كده فعلا في الكود بتاعي ممكن اعمل ايه؟ هعمل اتخيل ان واحد ده بقى السنتر بتاعي، وهمسك السنتر بتاعته واحطه على كل بيكسل من دول، وكل مره بقف عند مكان معين حتى اكمبير بين الفاليو بتاعي الـ9 بيكسل اللي انا دلوقتي بحافظ عليهم والفاليو بتاع الـ9 بيكسل بتوعه. لما هتصادف المره اللي انا حطيت السنتر ده هنا فعلا هلاقي ان الـ 12 ايكوال 12، 14 ايكوال 14، 20 بتساوي 20، 30 بتساوي 30، 100 بتساوي 100، 12 12، 40 بتساوي 25 ب 2. فساعتها اقدر اقول لغايه اللوكيشن ده ان ده فعلا اللوكيشن اللي هو موجود فيه او السنتر بتاعه موجود فيه. فاهمين الفكره؟ فهي حاجه برضه مريض شويه بس بتقضي الغرض. اكوردنج ليه اللي انتوا لسه عرفناه مع بعض لحد دلوقتي. هتعمل مشكله السؤال ده؟ السؤال اللي بعده بيقول for the first one day season the first season represents the original season، يعني consider ان دي السيزون الاصليه بتاعتي. وبعد كده عملنا apply للميديان ومين سنتر. باي ذا واي المين هو الافريج، يعني لما اقول مين سنتر ده equivalent للافريج سنتر. فهذا the results of applying the mean and the median filter هما the two pictures دول. يعني أول واحدة دي السيجنال الأصلية، أول واحدة دي السيجنال الأصلية، التانية والتالتة دول الريزلتس بتوع الأبلاينج الميديان أو المين فلتر. هو مش قايل لي مين فيهم الميديان ومين فيهم المين أو الأفريج فلتر. تفتكروا أول واحدة دي الريزلت بتاع أبلاين ميديان ولا مين على أول صورة؟ ميديان. ليه بالظبط؟ علشان مثلا لو بصينا للبوينت دي أو الانتنسيتي دي هنلاقي إنها اتحولت وبقت زي اللي حواليها. فدي من خصائص الميديان فلتر، إن الميديان فلتر بيريبليس الفاليو الفاليو الماجوريتي اللي حواليه، او بمعنى اصح الفاليو اللي في النص. فلما يكون في بيكسل معينه او انتنسيتي معينه هي الماجوريتي فهي دي اللي في الاخر هتصادف انها تكون سيلكتد باي ذا مين. اما بقى الصوره اللي تحتها او الريزلت اللي تحتها ده هيبقى طالع من ميديان ولا مين؟ فاكيد هيبقى طالع من التاني اللي هو مين. ليه؟ لاني هلاقي ان في شويه انتنسيتيز جديده بدات لا هي الانتنسيتي القليله دي ولا هي الانتنسيتي الكبيره، فإت سيمز تو بي ان افريج ما بينهم، فهو لم خصائص الافريج او مفهوم الكون دي؟ هتعمل مشكله في السؤال ده؟ فاهمين؟ المين هنا هو ما قالش، فانت بالانسبكشن احنا عرفنا ان
الدومين للفريم، وفي كنا بنقول ان الايمج بتاعتنا هي عباره عن اري اوف شويه انتربريز، ايفن تو في اري او تري في اري لو كانت كارير ايمج. وعرفنا مع بعض شويه تكنيكس ازاي ان احنا نعمل سنترنج للايمج دي، سواء سموثنج او نعملها شورتنج او كونت بروسيسنج او طلع استوديو. نرجع للامر الواقع ونفضل شغالين بالسبيشال دومين بس، لا زي ما السيجنال بروسيسنج كده كنت بتاخدوا شويه حاجات في التايم دومين وشويه حاجات في الفريكونسي دومين، احنا برضه في الايمج بروسيسنج هنعمل كده. هناخد شويه حاجات زي ما خدنا في السبيشال دومين، محتاجين برضه ناخد شويه حاجات في الفريكونسي دومين. طيب هي اساسا يعني ايه فريكونسي في الصوره؟ يعني احنا عارفين انه مثلا لو ناخد سيجنال بروسيسنج فاحنا بنقول ان دي مثلا ساين ويف ليها فريكونسي اف 1، مثلا لو عملت ساين ويف تحت المنظر ده هيبقى ليها فريكونسي اف 2. باللي احنا كنا عرفناه، هل اف 2 ايكوال اف 1 ولا اصغر منها ولا اكبر منها؟ اكبر منها. ها؟ اكبر منها؟ اف 2 اكبر من اف 1. عرفنا منين؟ لان احنا لقينا انها تشينج او بتاعتها بتاخد وقت اقل، فالفاريشن فيها اسرع، فهو ده تعريف الفريكونسي في السيجنال بروسيسنج. طب في الايمج بروسيسنج يعني ايه اقول ان الصوره عندها فريكونسي عاليه؟ ان الصوره يكون عندها فريكونسي عاليه معناها برضه ان الفاريشن اوف انتنسيتيز فيها عالي، معناها انه البيكسلز اللي فيها الانتنسيتيز بتاعتها بتتغير بطريقه سريعه لما بمشي في الاكس او لما بمشي في الواقع. فلو مثلا الصوره عندنا كانت كلها نفس اللون، يعني مثلا صوره الانتنسيتيز بتاعت كل البيكسلز اللي فيها ب 100، هل في فاريشن اوف انتنسيتي في الحاله دي؟ فساعتها باكسبكت ان السيجنال بتاعتي تكون الفريكونسي الوحيده اللي موجوده فيها هي المينيمم، هي الزي، كانها كأنها كيمياء ما بتتغيرش مع الوقت. ده لو الانتنسيتي بتاعت كل البيكسل رقم ثابت. طب تبدا يحصل فاريشن اوف انتنسيتي، لو الفاريشن اوف انتنسيتي ده عالي قوي زي مثلا ان الايمج عندنا هي عباره عن سودا بيبر نويز، نقطه سودا نقطه بيضاء نقطه سودا نقطه بيضاء، ده فاريشن عالي قوي، ده معناه ان الفريكونسي اللي موجوده في الصوره هي فريكونسي عاليه. فهمنا لحد دلوقتي يعني ايه فريكونسي في الايمج؟ تمام؟ طيب احنا كنا راضيين بحالتنا، كنا شغالين في السبيشال دومين، ايه اللي ودانا للفريكونسي دومين؟ يعني ايه اللي خلينا نروح نحل المشكله بتاعتنا بتاعت الفلتريشن او الانهانسمنت للايمج في الفريكونسي دومين؟ هنلاقي انه في النويز ممكن يكون بريودك؟ النويز ممكن تكون مش بريودك، النويز ممكن تكون بمعنى انه مثلا لو بصينا على الايمج بتاعت البنت دي، فهنلاقي ان الايمج هي فيها صورة البنت وعليها شوية كده خطوط، الخطوط دي كده بلاك اند وايت شوية. لو فكرنا ان احنا ننهانس بالسبيشال دومين تكنيكس اللي احنا عايشينها، هنفكر في ايه؟ احنا عايزين نشيل النويز، فحد هيفكر ان نعملها سموثنج. طب هنعملها سموثنج لو عملنا افريج فلتر تفتكروا ده هيشيل المشكله؟ لا، افريج فلتر مش عارف يشيلها توتو. لو عملنا مينيم فلتر ده هيشيل المشكله؟ لا، في برضه لان ات سيرتن لوكيشن اساسا كل البيكس اللي عندي ممكن تكون باللون الغلط ده اللي هو سواء الوايت او الدارك كابل ده، فهنلاقي برضه ان المينيم فلتر مش عارف يحلها. في حين ان انا البروبلم بتاعتي دي لو حولتها للفريكونسي دومين وبدات اشوف الفريكونسي اللي ظاهره عندي، هلاقي ان الخطوط دي النويز دي هو اكشلي عباره عن فريكونسي زياده زادت على الصوره. فانا لو عرفت اشيل الفريكونسي الزياده دي من الصوره خلاص انا بقيت الصوره عندي كلير زي ما انا عايز كده، قدرت اشيل كل النويز اللي فيها. فيبقى اول كيس ممكن نحتاج ان احنا نحول فيها للفريكونسي دومين، ده لو النويز اللي موجوده في الصوره هي ات سيرتن فريكونسي، ولو شلت الفريكونسي
بمعنى ان احنا شفنا شفنا في السبيشال دومين ازاي ان هو بيكون عندي فلتر، وعلشان ان انا ابلاي الفلتر ده على الايمج كنا بنعمل ايه؟ بنمسك الفلتر ونقعد نسكانك على كل بيكسل باي بيكسل، نقعد نقف عند بيكسل بيكسل ونبدا نعمل الكوانتيفيكيشن وانستالشن او وات ايفر كان الفلتر ده بيعمل ايه. الاوبريشن دي بنسميها كومبينيشن. بالمنظر ده، وهل كانت
الاكس من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. ايه دي؟ دي ايكويشن جت ازاي؟ اوريدي عباره لايسر. بس في الاخر لو انا استخدمت الايكويشن دي وعندي فانكشن اف اكس معينه، الفانكشن دي از ا كونتينوس فانكشن وهي وان دايمنشنال زي ما احنا شايفين لانها فانكشن في الاكس. لو طبقنا الانتجريشن ده المفروض هيطلع لنا فانكشن الفاريبل الوحيد اللي فيها هو اليو اللي هي الاف كيو، والاف كيو دي هي الفوريير او الفريكونسي ريبريزنتيشن للفانكشن اف اكس، وان اليو دي في الاخر بتعبرني عن الفريكونسي. الايكويشن دي لحد دلوقتي مفهوم الستيمبلز دي بتعبر عن ايه؟ ده كده الطريق ان انا اجيب الفوريير ريبريزنتيشن او الفريكونسي ريبريزنتيشن من السيجنال في السبيشال دومين. طيب لو معايا الفريكونسي ريبريزنتيشن هل اقدر اجيب الاف اكس؟ ودي الانفرس فورمولا اللي هي الفوريير، ان الاف اكس هي هتساوي برضه انتجريشن بس في الحاله دي للاف كيو لما بعمل فورير ترانسفورم ازاي بطلع الفريكوانسيز المختلفه اللي انا لما بتعمل فورير ترانسفورم المفروض الرزم بتاع الايكويشن دي هيطلع لك فانكشن في اليو، يعني ممكن يطلع لك مثلا حاجه بالمنظر ده يو سكوير بلس يو، دي كده فانكشن في اليو فانكشن في الفريكوانسي. لو عايز تعرف الانتنسيتي قد ايه عند الفريكوانسي زيرو عوض عن اليو في زيرو، لو عند الفريكوانسي 1 عايز تعرف الانتنسيتي بكام حط اليو 1. ففي الاخر هتعرف ترسم زي ريبريزنتيشن او دايجرام يوضح لك الامبليتيو عند كل فاليو كيو كام، يعني الامبليتيو بكام عند كل فريكوانسي فاليو. مفهوم؟ يعني شايف في اكس دي الايمج؟ لا احنا لسه لحد دلوقتي ما جبناش سيرة الايمج، خلينا ماشيين كده واحدة. حتى قولي هي ازاي كونتينيوس اصلا وهي الايمج؟ لا لا اولا الايمج هي اكس وواي، ثانيا زي ما بنقول هي مش كونتينيوس. مش ممكن الايمج تبقى 1 دي؟ مش ممكن الايمج تبقى 1 دي عادي؟ هي ممكن الايمج تبقى 1 دي لو احنا بنتدرب، بس هي اي ايمج هتبقى 2 دي. تمام ده كده للوان دايمنشن زي ما قلنا. طيب ايه اللي هيفرق لو احنا بنتكلم على تو دايمنشنال سيجنال؟ كل الفرق في الايكويشن ان بدل ما عندنا اف اكس لا هتبقى الفانكشن عندنا اف اكس، وهو بدل ما الاكسبوننشن عندنا كان فانكشن في اكس وب فلا هيبقى عندنا كومبوننت تاني اسمه في واي. فزي ما بنقرا فوق او الاكسبوننشال عندنا نيجاتيف جي 2 باي يو اكس، لا هيبقى نيجاتيف جي 2 باي يو اكس بلس بي واي. الاكس والواي دول الكوردينتس بتاعهم في سبيشال دومين، اليو والبي دول الكوردينتس بتاعتهم في الفريكونسي دومين. يعني زي ما عندنا 2 كوردينتس في السبيشال دومين لازم يكون عندنا 2 في الفريكونسي دومين. فكده انا مش هعمل الانتجريشن بس بالنسبه لاكس، لا ده انا هعمل كمان الانتجريشن بالنسبه لواي. فالانتجريشن ده بدل ما هيبقى سيجن هيبقى دبل انتجريشن بالمنظر ده. والريزلت التاني بدل ما بيطلع فانكشن في اليو بس لا هيبقى طالع فانكشن في اليو والفي اللي هما التو كومبوننتس بتوعي في الفريكونسي دول. فده هو الاختلاف لو هنتنقل من 1 دايمنشن ل 2 دايمنشن. حد عنده مشكلة؟ تمام. زي ما غيرنا في الفورورد فورورد لازم نغير برضه في الانفرس. فالانفرس ايه اللي هيحصل فيها؟ الفوريير ريبريزنتيشن دلوقتي بقت فانكشن في حاجتين،
هتحط بدل بوزيتيف هيبقى سوري بدل نيجاتيف هيبقى بوزيتيف. الانتجريشن بدل ما هو ريدراكتيف ليو بس هيبقى ريدراكتيف ليو والفي، والانتجريشن هيبقى بالتالي عندي دبل والرزل اف اف اكس تمام. لحد هنا الفورمولا دي هتبقى 1 تايمز
هيكون بكام؟ هيكون بيساوي نفس الفانكشن دي بس هنقول
في الحقيقه الانبلس اوف نيجاتيف يو هي الانبلس اوف يو. فبالتالي النيجاتيف ساين دي ملهاش لازمه. فالدواليتي بروبرتي دي عرفنا ايه؟ عرفنا ان انا لو عارف الفوريير ريبريزنتيشن بتاع فانكشن معين ممكن من غير ما اضطر ان انا اعمل البروف ده اعرف الفوريير ريبريزنتيشن بتاع الرسم بتاعها عامل ازاي على طول. دايركتلي هابلاي الفورمولا دي فاي فاي الاوتبوت مظبوط. حد عنده مشكله في الجزء ده؟ الفانكشن اللي جاية بقى عايزين نشوف الرسم بتاعها لو الفانكشن بتاعتها بالمنظر ده. يعني اكسبوننشال، الاكسبوننشال زي ما انتم شايفين هو شبه الاكسبوننشال اللي بتستخدمه في الفورمولا بتاعت كبير، بس طبيعي ما ينفعش يكون الفانكشن اللي اوف اكس دي يكون فيها بارد ثاني يوم. فهنا اكس يو ده رقم معروف، يعني يوم رقم خاص. فهي دي الفانكشن في الاكس بس هي شبه شكل الاكسبوننشال اللي بتستخدمينه هنا. كده بنسميها دي البيزكس فانكشن، يعني دي الفانكشن الاساسيه بتاعت فوريير. فلو احنا عايزين نكتب الفوريير ترانسفورم للفانكشن دي هنعمل ايه؟ هنطبق فهنقول ان الاف اوف يو هي الانتجريشن من ماينس انفينيتي للبيزس فانكشن بتاعتنا مالتبلايد باي الاكسبوننشال اللي في الفورمولا بتاعت فوريير في الاساس. بعد كده هنعمل ايه؟ معلش خلينا نعمل الفورمولا. بعد كده من الواضح ان ده اكسبوننشال، واحنا عارفين ان اكسبوننشال مالتبلايد باي الاكسبوننشال ممكن نجمع الباورز بتاعتهم. فده اللي هنعمله، ان احنا ناخد الاخ ده ونجمعه على الباورز زي ما احنا شايفين. التو بارامترز او التو كوارتز دول في منهم حاجات كومن، فواي نوت ان احنا نخلي الحاجات الكومن دي مع بعض. If I replace the integration in u minus u naught,
الرد بتاع الانتجريشن ده هو عباره عن انبلس. الانبلس دي هي بتساوي 1 عن 0 ايكوال 0 و 0 ادل 1 او بمعنى تاني عن 0 ماينس 0 ايكوال 0. حد عنده مشكله في الفرق ده؟ ومن هنا ممكن ان احنا نستنتج حاجه تساعدنا برضه بعد كده علشان ما نضطرش نعمل كل الدرس. ايه هي؟ ان انا لو عندي فانكشن f of x و i multiplied بالاكسبوننشال ده اللي هو j 2 باي u نوت x، المفروض ان الريزلت بتاعي يطلع هو نفس الفوريير اللي طالع لي من الاف اكس عادي بس هريبليس اليو بيو ماينس يو نوت، وده اللي احنا عملناه هنا. يعني الفوريير بتاع الوان هو انبلس بس الريزلت بتاعي بدل ما سبته انبلس بس خليته يو ماينس يو نوت. نفس الكلام هنا لو عندي فانكشن اف اف اكس ف الاف اكس دي انا عارف قلناش كلين بتاعها اسمه اف كابيتال اوف يو، لو عملت مولتيبيكيشن للاف اكس بالاي باور جي تو باي اي نوت اكس فالريزلت بتاع الكلين المفروض بدل ما هو اف كيو بس هنريبليس كل يو باليو ماينس اليو نوت. حد عنده مشكله في الكور ده؟ طيب لو الفونكشن بتاعتي هي كوزاين فونكشن، كوزاين 2 باي ونور اكس، عايزين نحسب فوريير للكوزاين فونكشن، فهنحسبه ازاي؟ برضه هنسبستيوت الاف اكس في الفونكشن بتاعتنا، فهيبقى انتجريشن فروم ماينس انفينيتي لانفينيتي كوزاين 2 باي ونور اكس اي باور ماينس جي باي ونور اكس جي اكس. انتجريشن وصاين مضروبة في اكسبوننش، وانا اخدنا قبل كده ان لما تبقى كوساين مضروبة في اكسبوننش او صاين مضروبة في اكسبوننش كنا نعملها ازاي؟ لو هو الانتجريشن باي بارت ده اللي كنا بنقعد نقسم فيه كده، هل هنعمل كده؟ لا. هنعمل ايه؟ نعمل ابروش تاني. هل ف
function والفريكونسي بتاعتها هي السايز فانكشن والفريكونسي بتاعتها هي انا بقول هنا انها بتساوي امبلس عن يو نوت او عن يو بتساوي نيجاتيف يو نوت وامبلس عن يو بتساوي يو نوت دي بوزيتيف ودي نيجاتيف. احنا اوريدي عارفين ان السايز والفريكونسي دومين بتكون عامله كده في الكوساين بتطلع لها نفس الكلام بس الاثنين
ملمومة شوية، يعني هتلاقيها أزيد، نطاقها أزيد، لأنها كده.
ضعفها ده اب، فبالتالي بقت تموت اسرع، يعني ما بقاش فيها الفريكونسيز بامبليتيود عالي زي لو كانت التاو بتاعتنا برقم صغير. لو التاو بتاعتنا رقم صغير فهنلاقي ان السين دي الزيرو كروسنج دي بتبعد عن بعض، وبالتالي ان الفانكشن بتاعتي بتفضل ليها انتنسيف عن الفريكونسي اعلى. بنفضل نضيق في البلس، نضيق في البلس لحد ما في الاخر نوصل ان البلس دي تتحول انها تبقى الانبوت، وزي ما قلنا عند الانبوت في الاخر هيتحول الكرير تاني ويكون رقم كونستنت، يعني كان السين فانكشن دي قاعده تفرد نفسها لحد ما بقت رقم كونستنت. حد عنده اي مشكله في البورد ده؟ تمام. زي ما قلنا من مميزات فوريه ان احنا قدرنا نطلع فوردة للفوريه وللانفرس فوريه، يعني لو عندي الاكسبشن فانكشن قدرت اطلع الفوريه ريبريزنتيشن، ولو عندي الفوريه قدرت ارجع تاني للاكسبشن فانكشن. فعشان كده بقول ان الفوريه هو عباره عن ريفرسبل اوبريشن. يعني ايه ريفرسبل؟ يعني زي ما رحت الفوريه للاكسبشن عرفت من الفوريه ارجع تاني وعرفت الريزلت الاف تاني او احصل عليها تاني بالظبط من غير ما اكون فقدت اي نوع من انواع الانفورميشن. تاني حاجه عندنا قلناها حته الدواليتي بروبرتي، وان من الدواليتي بروبرتي دي طلعنا او قدرنا نعرف الفوريير بتاع الكونستنت انه بيساوي انفلس دايركتلي من غير ما اضطر ان انا ادرايف او ان انا اطلع الفوريير كامل. انا حطيتكم في السلايد هنا برضو ازاي الدواليتي بروبرتي دي طلعت، يعني ايه اللي خلانا نقول كنا كاتبينها في حته بس لو اف اكس طلعت اف كابيتال اوف يو فيبقى اف كابيتال اوف اكس بتطلع اف اوف سمول اوف نيجاتيف يو، ده ان كيس ان حد عايز يعرف هي اثبتت او جسمت، بس ان كيس انك مش انترستد فخلاص هو كده كده مش فاهم. حاجه كمان عايزين نقولها، زي ما احنا شايفين في الريزلت مثلا بتاعت كوريه اللي احنا طلعناها، انه في الاخر احنا بنعمل انتجريشن، والانتجريشن ده في جزء منه بيكون اون جي اللي هو في الاخر imaginary number. فبالتالي I'm expecting ان الريزلت بتاعي الاف اوف كيو ده ممكن يطلع imaginary او يطلع constant. فبالتالي ممكن الاف اوف كيو بتاعتي تبقى ليها ريبورت وتبقى ليها كومبلكس بورت. ففي الحاله دي لو هي ليها ريبورت وهي كومبلكس بورت، فزي ما انا اقدر اريبريزنت في الكارتيزيان دومين او في السبيشال دومين في الكارتيزيان ريبريزنتيشن ان هو بيتم رقم ريل بلس جي رقم ايماجيني، اقدر برضو اريبريزنت الكارتيزيان اللي هي بنسميها البولر ريبريزنتيشن. وفي البولر ريبريزنتيشن ده بدل ما بقول الفاليو بتاعتي او الرفرنس بتاعتي كريم بلس جي ايماجيني، بريبريزنت عن طريق ماجنتيود او ريديوس او ممكن نسميها ماجنتيود في المنظر ده. لا ممكن الاقيه بصوره ريبريزنتيشن تانيه اللي هي لو دي بنسميها
لو طلع لي imaginary في السبيشال معناه ان في مشكله صح. لو جيت اعمل انفرس وطلع لي طلع لي imaginary في السبيشال دومين يبقى في مشكله صح. للـ f of x بتاعتي في
طيب
المنظر ده تنزل بالمنظر ده فبالطبيعي هتبقى بالتانك اللي ده مش موجود في الكونتينوس فانكشن لا هيبقى موجود كديسكريت فانكشن فيبقى في شويه تنزل بالمنظر ده هل اقدر انسبكت او اتخيل شكل الفريكونسي ريبريزنتيشن بتاعها هيكون ازاي او الحقيقه هتلاقوا ان الفريكونسي ريبريزنتيشن بتاعها هو زي الفريكونسي ريبريزنتيشن بتاع السين الى حد كبير الفرق ده ان هو برضه ده يعني كاني عملت سامبلينج ده وسامبلينج ده بس علشان ده يبقى ان الفونكشن بتاعتنا دي هي بريودك في السبيشال دومين وبريودك في الفريكونسي دومين يعني كان الايمج بتاعتي دي بتتكرر وكان الفريكونسي ريبريزنتيشن بتاعتنا دي بتتكرر كذا مره طب لو انا عايز بس اشوف الفريكونسي ريبريزنتيشن بس الكورسبوندنج للجين او كورسبوندنج للايمج فانا عشان عارف ان انا اوريدي عملت سامبلنج للايمج فهي ايمج كانت اصلها بالمنظر ده يعني الفريكونسي ريبريزنتيشن بتاعها الصح هو اللي بالمنظر ده فبالتالي انا ممكن اكتفي او انا محتاج اني اكتفي بعدد سامبل يكفوا لي بيريود واحده في الفريكونسي دول يعني ايه يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا احنا عارفين في السبيشال دومين شكله عامل ايه ورحنا الفريكونسي دومين في حد الكونتينوس دي كده الصوره الاصليه قبل ما اعملها سامبل هنا انا عملت الصوره سامبل فنتيجه السامبلنج بقت طالعه بالمنظر ده لما جيت اعملها ديسكريت فوريير ترانسفور علشان اقدر اريكفر الفريكونسي دي او ابقى قادر اعبر عن الفريكونسي دي بالظبط ان السيجنال بتاعت الانرجي بتاعتي دي بريودك يعني بتكرر نفسها فالريزلت بتاع البريودك سيجنال دي اللي هي سامبلنج من ده هو هيكون برضه بريودك ديسكريت ريبريزنتيشن من الفريكونسي ده يعني هيبقى عندي السيم فانكشن دي قاعده بتريبيت نفسها كل سيرتن سبيل المفروض هتطلع لي الفريكونسيز بتاعتك المظبوطه الحقيقه دي بس ديسكريت وبريودك يعني هلاقي الفريكونسيز
المفروض ان الاف اوف 0 و 0 مثلا هنلاقيها بتساوي الاف اوف ام و اف، هنلاقيها بتساوي الاف اوف ماينس ام و ماينس اف. ليه؟ لان كل ده السيجنال بيريودك هي اعلى من البيت نفسها. بس عشان اخد فيديو المره انا هكتفي بالرينج ده لان ده هو اللي هيعطيني عن السيجنال المصري. تمام؟
مداها واسع، يعني الباند اللي فيها الزيرو كروس اللي فيها دي مداها واسع، في حين ان الاتجاه الاكس هنلاقي الباند دي كبيره. فعلشان كده الزين في الاتجاه ده هي زين بتموت بسرعه. فعلشان كده انا مش واضح لي اي فاليو في الاتجاه ده، انا الفاليو بس عندي في الاتجاه ده. كل لما الفاليو دي او السيكونس دي او الارتفاع ده هيقل، كل لما ظبطت السين كده تبدا تظهر لي اكتر واكتر. فاهمين اللي احنا بنقوله ده؟ في كومبوننت في وينت كده ده وينت هوريزونتال ده دايما، في وينت فيرتيكال ده كبير. ففي الاسبشن لو انت ضيق هتلاقي نفسك في الفريكونسي واسع والعكس صح. هعمل كوزاين سكوير ثيتا بلس ساين سكوير ثيتا.
الماجنتيود بتاع اي باور جي حاجه بواحد. فده معناه ان الماجنتيود بتاع الفوريير لازم ده كله على بعضه بيساوي الماجنتيود بتاع اف يو في ماجنتيود الاكسبوننشال، يعني ماجنتيود اف يو في 1 يعني برضه ماجنتيود اف يو في. فبالتالي الترانزليشن اللي احنا عملناه في السبيشال دومين مش هيفرق لي في الماجنتيود بتاع الرزل في الفوريير ترانسفورم. يعني لو اف اكس واي كانت بتطلع لي اف يو في ليها ماجنتيود معين، ف اف اكس ماينس اكس نوت واي ماينس واي نوت، يعني لو عملت الترانزليشن في السبيشال دومين هتطلع لي فوريير ليه نفس الماجنتيود. فبالتالي لو كانت الصورة عندي كده وعملت لها ترانزليشن كده، فالمفروض لو ده الفوريير بتاع الصورة الأصلية كماجنتيود، فالفوريير أو ماجنتيود بعد الترانسفورميشن برضه وبعد الترانزليشن ده يطلع لي بنفس الشكل. مفهوم؟ هو ده اللي احنا اثبتناه وما تشفتش. انت شفت في السبيشال دومين، فالشيفتنج في السبيشال دومين ده خلاك الفوريير ترانسفورم بتاعك يكون اف كيو في برضه مضروب في اكسبوننشال معين. فكماجنتيود الماجنتيود بتاع كل ده بيساوي الماجنتيود بتاع التكيو، لان ماجنتيود اكسبوننشال باور جي ده بيساوي 1 تكيو. الرسم دي اكشلي مش الرسم
قررت ان انا اعمل لها بلوت، فزي ما اتفقنا احنا نرسم البلوت من زيرو لان ماينس 1 ومن زيرو لان ماينس 1. فده تخليني اللي هو فريكوينسيز كومبوننتس محشوره هنا حوالين الزيرو. فلو لو فريكوينسيز كومبوننت محشوره حوالين الزيرو كده انا مش هعرف اشوفها كويس. فهبقى عايز عشان اقدر ابقى فيجواليز كويس اعمل ايه؟ ان انا انقل الزيرو ده اعمله ترانزليشن هنا، يعني هنقله هنا بمقدار ان اوفر 2 وهنقله هنا بمقدار ان. المفروض ان احنا عندنا اكسبوننشال في سبيشال دومين ما بيأثرش على الماجنتيود، صح؟ يعني ما بيأثرش على الماجنتيود زي ما هو زي الفكره، بيأثر في الماجنتيود في سبيشال دومين. تمام، ماشي. ليه محتاج اشفت او ليه هستفاد منه؟ لو انت دلوقتي عايزين نبقى فيجوالايز الفريكوينسيز اللي موجوده في صوره معينه، معظم الفريكوينسيز اللي موجوده في صوره بتبقى ناحيه الفريكوينسيز القليله، فده معناه انك لو جيت فيجوالايز هتلاقي ان معظم الفريكونسيز عند الجزء الزيرو اللي هو اكس مش بتبقى شايف، يعني حتى بالمنظر شايف الصوره دي الفريكونسيز مرسومه بس اكس انت مش شايفها لانها مرسومه قرب الزيرو، فانت عايز تبقى قادر انك تشوفها. فعشان تبقى قادر تشوفها محتاج انك تزيح الفريكونسيز دي شويه، فعشان تزيحها وتبقى قادر تشوفها زي بالمنظر ده محتاج
لو كاتب فيجوالايز حاجه فانت فيجوالايز انت هتنزل. بس احنا ليه هنا بنعمل كده؟ احنا بنعمل كده عشان ان احنا نبقى قادرين نتوصيل ونطلع فعلا الفريق بالمنظر ده. بس عامه مش غلط انك تلاقي الانتاجيتي بتاعتك طالعه من كده. فعشان اطلع شكل الايمج النهائي محتاج ان انا اعمل
تلاقوا عدد فريكوينسيز اقل فبالتالي البلرنس بتزيد، لكن كل لما الفاليو بتاعت الفينوت بتقل فمعناه ان انا باخد كومبوننتس قليله قوي من الفريكوينسي وبشيل معظم الفريكوينسيز اللي في الصوره، فعشان كده بنلاقي البلرنس بتزيد. هنلاحظ حاجه ثانيه موجوده في الصوره، وان الصوره غير انها بلرد انها فيها شويه نقط سودا كده كل شويه، يعني خلينا تحسوا ان في نقط سودا ممكن تبقى باينه اكتر لما تشوفوا البرزنتيشن دي على لابتوب او موبايل. فالنقط السودا دي نتيجه ايه؟ النقط السودا دي بنسميها حاجه اسمها لينجنج افكت. اللينجنج افكت ده بيحصل بسبب الاي دي ان فلترز عندنا، وده نتيجة ان الفانكشن بتاعت الايديال لو باس فلتر ان سبيشال دومين في الحقيقة هي سيم فانكشن بالمنظر ده. احنا اتفقنا ان اي فلتر بابلاي في الفريكونسي دومين بمالتيبليكيشن انا بابلاي في السبيشال دومين بكونفوليوشن، فده معناه ان انا علشان ابلاي ايديال لو باس فلتر على الايمج فلازم اني بعمل فاليوشن للصورة في الفريكوينت في السبيشال دومين مع سيم فانكشن. فالكونفوليوشن بتاع الايمج في السبيشال دومين مع سيم فانكشن ده بيخليني كأن الصورة عندي بقت كل شوية مالتبلايد باي السيم فانكشن اللي بالمنظر ده. فالكونفوليوشن اللي مع السيم فانكشن ده بيخليني السيم فانكشن كأنها تبقى موجود عندي في كل طرف في الصوره، فده هو اللي بيسبب لي في الاخر الرينجنج افكت اللي بيحصل في الصوره. يبقى تاني الايديال لو باس فلتر هو ريبريزنت الفريكونسي دومين عن طريق ريكت فانكشن بالمنظر ده. ان سبيشال دومين هي بتكون ريبريزنت باي سيم، فبالتالي المالتيبليكيشن باي ريكت في الفريكونسي دومين ده ايكويفالنت ان انا اعمل convolution في الاسبريشن دومين. الconvolution بتاع كل بيكسل في الزين فانكشن في الاسبريشن دومين ده اللي بيسبب لي الرينجنج افكت اللي بيظهر لي في الصوره. فعلشان كده الايديال لو باس فلتر اكشلي ما طلعليش ريزلت حلو، هو طلع لي صوره بلرد بس فيها الرينجنج افكت اللي انا مش عايزه. فعشان كده هنحاول نحسنه شويه. نحسنه ازاي؟ ان احنا نريبليس بفانكشن جديده ونسمي الفلتر ده باكنورث لو باس فلتر. الباكنورث لو باس فلتر هو ليه المنظر ده، يبقى ليه كذا ريبريزنتيشن. ف اقصر شكل ليه ان هو نلاقيه دي حاجه بالمنظر ده، فهنلاقي ايه؟ ان هو دلوقتي ما بقاش شبه الايديال لو باس فلتر، ما بقاش شبه الريكت، فده معناه ان فريكوينسي دومين مش هيبقى بيساوي سيم فانكشن. فده معناه ان انا لما اعمل فلتريشن بيه هو هيأتنويت ليا الفريكوينسيز العاليه وهيسيب الفريكوينسيز القليله، بس في نفس الوقت مش هيسبب لي الرينجنج افكت اللي الايديال لو باس فلتر كان بيعمله. بس في حاجه الايكويشن بتاع الباتر وورد ده هنلاقيها فانكشن في حاجه اسمها ان ده بنسميه الاوردر بتاع الفلتر. كل لما الفاليو بتاعت الان ده بتزيد كل ما نلاقي ان رسمه الفريكونسي دومين للفلتر بتند اكتر انها تقرب للدايركت فانكشن. يعني لو عملنا زوم ان كده هتلاقوا ان الفاليو عند ان ايكوال 1 شبه اللي انا رسمها، عند n equal 2 بدات انها تقرب للسيم، عند n equal 3 n equal 4 تقرب واقرب سوري مش للسيم للريكت فانكشن، يعني بدات تقرب انها تكون ايديال لو باس فلتر. يعني ده كل ما ده عمال الحته دي تند تو بي مور شورت، والدروب ده ان هو برضه يبقى شارب الامر، فده عند ان
في الاول عند n equal 1 ما كانش سينك خالص، كان بالمنظر ده. زودت ال n بشويه بقت كده، زودت ال n اكتر بقت كده، فاكتش كده بقت سينك، كده بقت سينك اكتر واكتر. فكل ما الفاليو بتاعي الاوردر بتاعي n بيزيد، الفانكشن بتند اكتر للبيهيفير بتاع الايديال لو باس، وبالتالي نلاقي انه بدا يوضح عندي تاثير الرينجنج. لحد دلوقتي حتى عنده مشكلة؟ احنا ايه اللي علينا نعرفه في البورد ده؟ في الجزء بتاع الفلترز، اسماء الفلترز، البيهيفير بتاع كل واحد فيهم وليه؟ ان انا عندي ايديال لو باس فلتر دايركت في الفريكونسي دومين، عمل سينك في السبيشال دومين، الكونفوليوشن مع السينك بيخليني الفانكشن انفكتد باي او الايمج انفكتد باي الرينجنج انفكتد، اللي هي تلاقوا بقع سودا كده منتشرة في الصورة. كأن في حجر وقع في بحر فعمل نوم. الباتر وورث لوباس فلتر حسن الموضوع شوية، بس خلي بالك كل ما الاوردر بتاعه بيزيد كل ما بيقرب للبرفورمانس بتاع الايديال لوباس فلتر. فنيجي عند نوع ثالث يحاول يحسن الموضوع اكتر واكتر، وهو الجاوشيان لوباس فلتر، وده بقى عمره ما بيتند انه يقرب للايديال لوباس فلتر، يعني عمر ما شكله هنلاقيه قلب لرد، فبالتالي ده عمره ما بيكوز رينجنج افكت. هنلاقي شكله في الفريكونسي دومين عامل كده، بن شيب كده، وبرده شكله في السبيشال دومين بيكون نفس البن شيب. الجاوسيان فانكشن شكلها في الفريكونسي دومين والسبيشال دومين بيكون واحد بس، فبالتالي هو عمره ما هيقدر وبالتالي عمره ما هيكون ليا اي رينجنج افكت. وبرده كل ما الفاليو بتاعت الدي نوت بتزيد اللي هي الكات اوف فريكونسي بتاعتي، كل لما البلرنج عندي بيقل. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ واضح دلوقتي. شو اللي بدك تقول كاري؟